عباس أسأل حاجتي وارجو العذر واسأل الله ذبحة المظلوم يقبلها النذر. يلا أصواتكم الأقسام علي والصوت عليك. جيت يا عباس أسأل حاجتي وارجو العذر واسأل الله بذبحة المظلوم يقبلها النذر. جيت يا عباس أقسم بالنبي الهادي الشفيع وفاطمة وحيدر علي والحسن وحسين الصريع عليك القافية وجنين الزهرة المعفار وعبد الله. عندك حاجة؟ واسأل الله بخمسة الأشباح يقبلها اللذو. يلا جميعا أيادينا يا أم البنين. مولاي واقسم عليك بظلي ام الحسن يا ام البنين. النسوان صوتهم اعلى منكم. عيالكم اخواتي جيت انصب لك عزيه بالبواجي والولي واقسم عليك بظلي ام الحسن يا امي ومسمارها ولطمه العيل وسقوط الجليل واسال الله بصبر ام حسين يقبلها النذر. سمعني يا اطلب منك طلبها حط ايدك على راسك لان راح تلطم بعد شوي. جيت انصب لك عزيه واسال بحب الغريب وجبهه اللي صوبها بحجار ومخده تريب. هنيالك يا تلطم هنيالك ودمه السايل عالثرى وشاف الخضيب واسأل الله بقلبه العطشان يقبلها النذر. يا أم البنين ليش ما أسمعك اللي وراه؟ الآن أنا بحضر حاجتي وانت حضر حاجتك. أنا عندي اعتقاد هذا البيت في قضاء حاجة بجاه صدره المرضوض على حر الثرى. ما أريدك تبكي هنا لا لا لا. شطر الثاني ترى هذا الشاعر والله ما قرأته قسما مثل هذا القسم. تدري بويش يقسم هذا الشاعر؟ اسمع. بجاء صدر المرضى على حر الثرى. يلا بسم الله اطلب. وفحصة برجل الشريفة يا محزة ومنحرة.
معذرة منكم والله خجلان. وراسه اللي براس خطي والخيام المؤجرة، واسأل الله خنصر المبتور يقبلها النذور. يا أم يا الله من مال الله، وين نروح مولاتي؟ جيت ينبع بالحوايج أسأل براع اللواء، ولدك اللي بالعمد راسا فضخ فينا نوى، ولاجل حسين ذب ماي الشريعة وما ارتوى، واسأل الله بقطعة الكفين يقبل هم ذورها. حياك الله حياك الله. بعد باقي قسمان عندي الما بجا وين هنا؟ شوف بعض عيون خجلانة المن تقسم يا كرانة. قال جاه اللي صارت غريبة وضايعة في كرملة، الله تعبنا مولاتي سنوات ما انقضت الحاجة، ليه متى وينكم عني؟ أسألك بحقها عليك، كم سنة ما رحت زرتها؟ كم سنة؟ أكو مجلس الليلة يوم قبرت شو ناسك بجاه اللي صارت غريبة ضايعة في كربلاء، وشافت إخوتها جثث من فيض دمها مغسلة، وسافرت غصوب عنها للشام فوق مهزلة، واسأل الله بقلبها المحروق يقبلها النذور. واسأل بدمعة رقية وقلب المنفجيع وصوتها اللي من البواجي لاجل ابوها يرتفع، وروح اللي فارقتها على راس المنقطع. واسأل الله بدمعته سجان يقبل هالنذر. آخر مرة قول لي يا أم الكل عياديكم فوق، قول قول يلا خذ الحاجة خذها. يا